تامر حسين عن لبس ويجز، في لبس ما برضاش البسه وانا قاعد في البيت، ازاي انت لابس اللبس ده؟ انا محمد ابراهيم ودي قناتي. لو اول مرة تشوف القناة اتمنى انك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. علق الشعر الغنائي تامر حسين على الجدل اللي عمله مطرب الراب ويجز بسبب لبسه الغريب اللي اغلب الناس انتقدته، ومنهم الشاعر الغنائي الغني عن التعريف طبعا تامر حسين. عبر حسابه على فيسبوك كتب تامر حسين: الشكل العام والمظهر للفنان ولأي شخص أيا كانت مهنته ذات أهمية، والشياكة بالبساطة مش بالفزلكة، ولا هنجري ورا الموضة، نجري ورا موضة تليق بينا وبشكلنا كبني آدمين، في لبس ما بلبسوش أساسا وأنا قاعد في بيتي. وأضاف تامر حسين: ده مش اعتراض على ذوق شخص، كل شخص حر في تقديم نفسه بالشكل اللي يرضيه ويناسبه، هو حر، لكن اعتراض على كلمة موضة. احنا شباب ومش مسنين وبنلبس على الموضة برضو، لكن بشكل كويس، الذوق أرقى من الموضة. ده كان كلام الشاعر الكبير تامر حسين على لبس ويجز اللي أغلبنا أكيد شافه وانتقدوا أو استغربوا. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.